حسن. يقال أن الثنائي تزوج بعدما شعر بتقارب وجهات النظر بينهم وشعور كل منهم. طلاق أصالة وفائق، حسن يتصدر من جديد، تركها وحيدة في أهم يوم من حياتها، وما حصل فاجأ الجمهور. عاد من جديد خبر انفصال الفنانة السورية أصالة عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن ليتصدر خلال الساعات الماضية، وذلك بتزامن مع عيد ميلادها. وفي التفاصيل، فقد كان لافتا لكثير من المتابعين غياب معايدة فائق حسن لزوجتها أصالة بهذه المناسبة لحين إعداد هذا التقرير، وذلك عن صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أنه دائماً ما يحرص على توجيه الرسائل الرومانسية لها وفي أكثر من مناسبة. وتساءل المتابعون عن سبب عدم معايدة زوج أصالة لها في هكذا مناسبة مميزة، وإن كان ثمة أي مشاكل بينهما، خاصة وأن إشاعات كانت قد انتشرت سابقاً حول طلاق الثنائي، إلا أنهما نفيا الأمر. وكانت شام الذهبي ابنة أصالة قد عايدتها ونشرت على حسابها الخاص على إنستغرام صورة لها مع أمها كانت قد التقطت أثناء عرسها، وكتبت شام في تعليقها على الصورة: أنت الحياة اللي بعيش من خلالها، أنت سبب كل شيء بدنيتي، يا أعظم وأحن وأطيب وأنقى أم وصديقة وبنت وأخت بهالدنيا، قوتك اللي قوتني، حنانك ومحبتك الخارقة هي اللي طهرت قلوبنا من قسوة الحياة وخلتنا نواجه كل الظروف بمحبة وتسامح. أمير وملك أمري، أحلى يوم في حياتي. هذا وكان موضوع انفصال أصالة قد تصدر خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد تسجيل غياب زوجها فائق حسن عن حفلاتها، بالرغم من أنه كان يرافقها إلى جميع الحفلات منذ ارتباطهما. من جهة أخرى، كانت أصالة قد اكتفت بالرد على الشائعات في رسائل عديدة على مواقع التواصل، حيث نشرت صورة عبر خاصية الستوري على حسابها عبر إنستغرام، جمعتها بزوجها وأرفقتها بالتعليق التالي: الحمد لله نحن مع بعض ولبعض. لقراراتك؟ أبداً ما بعرف أخذ قرارات، أبداً 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 ما بعرف أخذ قرارات، والقرارات اللي بتطلع معي وبتفكروا إنها قرارات هي بتكون بالصدفة، يعني بتكون بالصدفة والظروف المحيطة ساعدتني إنه تتحقق هاي القرارات. كما كانت شام الذهبي قد حسمت الجدل حول انفصال والدتها عن زوجها رداً على البلبلة الواسعة التي أثارها الموضوع، مؤكدة أن كل الأقاويل التي تتردد في الساعات الأخيرة هي مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، فقالت: انفصال والدتي عن زوجها فائق حسن غير صحيح، مطالبة الجميع بالكف عن إطلاق مثل هذه الشائعات.